كوني ما يحاولوا اللاعبين يدعموا المرأة، على بالي باللي آخر طريقة يخموا فيها هي أحمر شفاء. هذا آخر طريقة، هذه مستحيل ياك حسين. حسين مستحيل ديرها ولا لا؟ ما نديرهاش، هذه ثقافة، شوفي ثقافة تاع أوروبا. صح، احنا رانا في أوروبا ماناش في الجزائر. وعلا ما تديرهاش؟ احنا رانا مسلمين، هذه وحدة. وهذا الشيء، هذا العنف ضد المرأة، مش راح نقول لك كاين العنف ضد المرأة، وكاين المرأة هي اللي تعنف راجلها، اللي عنيفة يعني. هذه حاجة، هذه غريزة في الإنسان. كاين اللي ربي خلقه عنده هذيك. أنا غادي تقول كاين عنف ضد المرأة، وكاين المرأة اللي تستاهل الضرب. أنا هكا كنت حاس بهذي. لا، الإسلام كرم المرأة. لا، كرم المرأة. باش ماشي تاع ضربنا. الإسلام كما قالت لك، الإسلام والدين تاعنا الحنيف جعل المرأة فوق كل اعتبار. صحيح، رفقا بالقوارير. يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فوق كل اعتبار. هناك سلوك يعني اللي لازم يكون عند الرجل، وهناك سلوك يكون عند المرأة. وهناك مفاهمة، وهناك بعض الأحيان يكون عنف من بين الطرفين، يقدر ما يكبرش هذاك العنف. كانت كاينة ماكاش اللي ما يغلطش.